لتطوير المواهب وتحفيزها وتوفير فرص عمل، أقام فريق سفراء السلام التطوعي بجامعة كركوك معرضاً فنياً للأعمال اليدوية والفنون التشكيلية دعماً لفئة الشباب في أحد الأسواق العامة في مدينة كركوك. قسم الأنامل الذهبية في الفريق التطوعي أشرف على إقامة المعرض في مول كارفور في مدينة كركوك وشهد مشاركة نسائية بارزة، حيث وجدنا في المعرض فرصة للإعلان عن مشاريعهن الصغيرة وجذب الزبائن. احنا نسوي أعمال يدوية وهي مادة الشموع، نجيب مادة الشمع الخام والقوالب والعطور، وطبعا يعني حسب رأي الزبون بالألوان اللي يختارها والعطور اللي يختارها. بدينا بمشروع يعني حتى نعتمد على نفسنا، وكذلك عن طريق تطبيق الانستغرام بالضبط. وطبعا نختار الشيء الزين، مثلا الشموع اللي تكون طبيعية، هي شمع الصويا وتحترق بشكل مناسب وما تأثر على أهل الربو، وهي يعني بالنهاية مادة طبيعية. كداخل يعني شوي شوي احنا نحاول نكبر المشروع، فما نخلي لا ربح ولا شيء إلى أن يكبر إن شاء الله بالمستقبل، لأن ناوي نسوي إن شاء الله توزيعات لحديثين الولادة، أعياد ميلاد، أعراس، لأنه الشموع فكرة جديدة. أعمال يدوية عديدة تملأ المعرض، كأدوات الزينة والفخار والحياكة والتطريز والإكسسوارات المنزلية وأدوات مصنوعة من مواد معاد تدويرها. وتعتبر المشاركات أن هذه الأعمال اليدوية تصنع بشغف وتتطلب مجهوداً، لذا فهي تملك قيمة معنوية أكثر من المادية. طبعا اساسيات، يعني اساسيات التطريز هسه لازم نجيب خصناء، قماش، خيوط، اول شيء نرسم على القماش بعدين نطرز عليه. تقريبا تاخذ التطريز الوحده فد ايام، يعني 3 ايام، بس اذا استمريت يعني عليه كل يوم يعني بدون وقت راحه راح تاخذ مني يعني يوم اقدر اخلصها. فهي يعني كل اعمال يدويه احسها انه تصنع بشغف، يعني قبل ما تكون شيء مادي. يعني يعني إذا نخلي هدفنا بيب مادي ما راح نستفاد شيء، لازم يكون يعني حب، بعدين هو يجي من كيف الفلوس المادي الشيء بي. يعني مشاركات من مختلف الفئات العمرية، معظمهن طالبات جامعيات، شاركنا بالمعرض أما لتوسيع مشاريعهن الصغيرة أو لمحبتهن بالأعمال اليدوية كهواية، فهي تبرز إبداعاتهن وتملأ أوقات الفراغ لديهن.